دلوقتي احنا بنحضر مع ملتقى الدولي للتراث والحداثة. طبعا من زمان وانا بفكر ازاي يبقى عندنا زي مدرسة مصرية للموسيقى المعاصرة. طبعا المشروع ده من اعتقد من اهم الخطوات اللي بتحصل في هذا الاتجاه، يعني ان يبقى ان احنا نبدا نطور اسلوب مرتبط بين الموسيقى المعاصره والموسيقى العربيه، حاجه انا كنت بشتغل عليها من فتره طويله، ودلوقتي بقى في مجموعه من المؤلفين الشباب اللي كلهم موجودين هنا دلوقتي علشان يشتغلوا كلهم على نفس الفكره. الأربع أيام دول ضافوا لي حاجات كتيرة قوي، من موسيقيين ليه محترفين في الموسيقى العربية، اللي هم منفتحين إن هم يعزفوا أي أعمال جديدة. طبعا وأنا متفائل جدا للمستقبل والخطوات اللي جاية، إن هيبقى في خلال فترة قليلة قوي هيحصل إنجاز عظيم.